هل الحر الذي أجبر الحسين على المكوث في كربلاء، أم أن الحسين هو الذي اختار كربلاء وقال بمشاورة العباس وقال هي أرض جيدة لطراد الخيل وما إلى ذلك؟ لا، هذا بحث آخر. يعني أولا كربلاء هي مخصصة للحسين سلفا، يعني كان هناك إشارة أتحدث واضحة، بس يعني بالحركة الطبيعية. كانت إشارة واضحة من أمير المؤمنين حينما أقبل بجيشه ورأى كربلاء وأشار إلى مقتل الحسين في هذه الأيام. هذا على مستوى إنباء الغيب أو إنباء المستقبل. أما على مستوى الظرف الموضوعي، حينما حوصروا بمكان لا شك ولا ريب أنهم سينتخبون المكان الذي بإمكانه أن يوفر أفضل وسائل استخدام أفضل وسائل ممارسة الحرب وممارسة المبارزة. طبعا الحرب آنذاك ليست الحرب كما هي الآن. في ذلك الوقت الحرب تعتمد على القوة البدنية، تعتمد على سرعة الإنسان وارتجاله وما إلى ذلك، وبالنتيجة مقدار القوة البدنية مهما يكون يذوي شيئا فشيئا. هناك عوامل التراب والرمال التي تؤثر على حركة بيئة المتسارعين، طقس هناك وجود الماء من عدمه، وجود الظل من عدمه، كل هذه العوامل تدرس يعني لجهة تريد أن تقاتل. لذلك حديث الإمام الحسين عليه السلام مع العباس عن أن هذه الأرض جيدة للطراد وما إلى ذلك، إنما يشير إلى العوامل الموضوعية. بعد أن ألجأ إلى هذه الأرض تم تداخل متعدد في طبيعة تضاريس تلك المنطقة، لذلك انتخبوا هذه المنطقة بناء على الوصف الذي أشار إليه الإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه.